وسهلا بكم مجددا معنا في سلسلة الصحة والغذاء. في موضوع اليوم نناقش أحد أبرز المؤتمرات العلمية في مجال الصحة والغذاء، والذي كان في شهر 5 في مدينة بريستول. يعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي تناقش قضية تصحيح المفاهيم في الغذاء بالتحديد. الدكتور طلال الوصابي سيحلل معنا بعض أهم ما جاء في هذا المؤتمر، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور وهيب، المؤتمر هذا كما ذكرنا تم في جامعة بريستول. يتبنى المؤتمر هذا مجموعة علمية تسمى Public Health Collaboration، هدفها تغيير المفاهيم والإرشادات الصحية والطبية لدى العامة ولدى الأطباء، التي سارت في الفترة الماضية وساهمت في الازدياد الكبير لمرض السكر والسمنة وأمراض القلب والخرف. نمر باختصار على أهم النقاط في هذا المؤتمر. الصفحة الأولى الرئيسية تقول: لمعالجة السمنة، التخلص من السمنة ومن السكر، ثلاث نقاط أساسية: كل دهون، تجنب أو امتنع عن النشويات، وامتنع عن الوجبات الخفيفة أو السناكينج. هذه الورقة الأولى كما ترون. في الورقة رقم 4 نحن سنمر على أهم النقاط، لأن المؤتمر طويل جدا والورقة العلمية 16 ورقة. الورقة الثانية: استهلاك الدهون أو أكل الدهون الصحية لا يجعلك تصاب بالسمنة. استهلاك الدهون الصحية ليس مسؤول عن السمنة، لأن الدهون الصحية لا ترفع هرمون الإنسولين. هرمون الإنسولين هو الهرمون الذي يجعل الجسم يخزن الدهون في الجسم ويخزن الطعام ويبني الدهون والعضلات، وهو المسؤول عن السمنة. الورقة الخامسة أخي تقول أن الدهون المشبعة لا تسبب أمراض القلب، وتعرج هذه الورقة أيضا على كذبة الكوليسترول الضار LDL، أو ما يسموه بالكوليسترول الضار. ليس ضار على الإطلاق، بل إن الزيادة البسيطة في مستوى هذا الكوليسترول في الدم هي تقي من أمراض القلب والسمنة والسكري والخرف، وتحسن المناعة وتحسن القدرة الذهنية عند الناس. هذا ما أثبتته كل الدراسات بلا استثناء، كل الدراسات التي تبنت فيها التي تبنت فكرة انخفاض الدهون وعلو النشويات أدت إلى نتائج كارثية. الورقة رقم 6 تذكر أخي دكتور رهيب قضية هامة جدا: كل المنتجات الغذائية أو منتجات سواء الحليب، الزبادي، الأجبان، المكتوب عليها low fat أو منخفضة الدهون أو خالية من الدهون، عبارة عن منتجات جنك، يعني سيئة، يعني ليست ذات قيمة غذائية على الإطلاق، لثلاث أسباب بسيطة جدا. أولا كما ذكرنا، الدهون الحيوانية دهون ذات قيمة غذائية عالية جدا. الله سبحانه وتعالى حينما عاقب بني إسرائيل بماذا عاقبهم؟ وحرمنا عليهم شحومها، حرم عليهم الدهون الحيوانية، لم يحرم عليهم الفواكه أو السكريات. تلك حينما نزيل الدهون من الحليب، ما الذي يحصل؟ أولا تختفي الفيتامينات، لأن الفيتامينات كلها موجودة في الدهون ولا تذوب إلا في الدهون. الشيء الآخر، يرتفع المؤشر السكري، لأن الدهون تمنع الجسم من امتصاص السكر الموجود في الحليب بكمية محترمة بسرعة كبيرة، فيصبح الحليب أشبه كأنك تشرب عصير أو بيبسيكولا ذو مؤشر سكري عالي، يرتفع من الأربعينات إلى السبعينات، مثله مثل السكر المضاف. الشيء الآخر، إزالة الدهون يجعل طعم تلك المنتجات رديء جدا، مما يجعل شركات الأغذية أن تلجأ لحلين: إما تضيف سكر إضافي مرة أخرى، أو تضيف مواد صناعية أو دهون صناعية لتحسين الطعم حتى يقبله المستهلك. فمرة أخرى، المنتجات خالية الدسم محلها أخي برميل الزبالة، لدرجة أن منظمة القلب الأمريكية الأمريكان هارت أسوسيشن ذكرت ذلك في آخر تحديث في موقع الأب تو ديت الذي يعرفه كل الأطباء. في الورقة رقم 7 دكتور رهيب
مرة أخرى يطالب المؤتمر للتخلص من السمنة قبل كل شيء، التخلص تماما من النشويات الضارة، السكر، الدقيق الأبيض، الشيبس، المعجنات، الرز الأبيض، وبدون أي جدال. وكذلك تخفيض بشكل كبير جدا تبني حمية منخفضة النشويات أو حمية معدومة النشويات إلى حد ما، حمية الكيتو، يعني التخلص بشكل تام من النشويات السيئة وتخفيض النشويات المفيدة مثل الخبز الكامل، الحبوب والشعير والشوفان والفواكه. أخي وهيب، جسم الإنسان عندما نتناول الطعام يستهلك 3 عناصر غذائية أساسية. لدينا 3 عناصر غذائية أساسية: النشويات والبروتينات والدهون. طبيا البروتينات والدهون قضية essential، يعني قضية أساسية أن نأتي بها من خارج مع الطعام. جسم الإنسان لا يستطيع العيش بدونها ولا يستطيع تركيبها. النشويات مفيدة جدا، الفواكه مفيدة جدا، ولكن ليست ضرورية على الإطلاق لجسم جسم الإنسان، لا يحتاجها على الإطلاق. يمكن أن يركبها من البروتين ومن الدهون ليحافظ على مستوى السكر. هذه قضية درسناها في سنة ثانية فيزيولوجي. الورقة رقم 8 يذكر المؤتمر أن السكر المضاف ليس ذو قيمة غذائية ولا يحتاجه جسم الإنسان على الإطلاق، وذكرت ذلك أيضا منظمة الصحة العالمية التي أوصت لفوق 3 سنين ممكن أن نستهلك 4 أو 5 ملاعق سكر صغيرة، ولكن الأفضل تركه لأنه لا يحمل أي قيمة غذائية على الإطلاق، بل يحمل ضرر كبير. الورقة 9 الدهون التي يجب أن نتجنبها: زيوت القلي والمارجرين والسمن النباتي، هذه زيوت بروسيست ريفايند عالية التصنيع. دكتور وهيب، هذه لا تنفع حتى زيوت سيارات، علاوة على أن يستهلكها الإنسان. هي زيوت مسرطنة وتسبب أمراض القلب والجلطات وكثير من المصائب. النقطة الأخيرة في الورقة رقم 13 والأهم، تدعو إلى تجنب الوجبات الخفيفة، تدعو إلى العودة إلى القديم، وجبتين أو 3 بدون أي وجبات خفيفة. الوجبات الخفيفة بين الوجبات ترفع هرمون الأنسولين وتحول جسم الإنسان من حالة حرق الكالوري والسعرات إلى حالة تخزين. يعني أنت إذا كنت مريض سمنة وتريد التخلص من الدهون، عندما تتناول إفطار حتى لو كان الإفطار مستوى الدهون مستوى الكالوري في الطاقة بسيط جدا، ولكن بعد الإفطار ذهبت وتناول كمية قطعة فاكهة أو مكسرات أو حبة تمرة، منعت جسمك من حرق الدهون وحولته إلى حالة تخزين. أما إذا كانت الوجبة الخفيفة عبارة عن طعام سيء، بسكوت لا قدر الله، فأنت توقف حرق الدهون والسعرات الحرارية لمدة أيام. فلذلك قضية أساسية تجنب الوجبات الخفيفة. الدكتور وهيب، الطبيب الذي جاء بفكرة الصيام المتقطع حاز على جائزة نوبل. الصيام المتقطع ضربة لكل المفاهيم التي تم تبنيها في 30 أو 40 سنة الأخيرة، التي تطالب الناس بأكل 3 وجبات إضافة إلى 3 أو 4 وجبات خفيفة. للأسف هذه الفكرة ما زالت مترسخة لدى الناس. وللأسف أن الكثير من مرضى السكري المفهوم عنده أنه يتناول 3 وجبات ثم 3 وجبات خفيفة. بهذه الطريقة لن يتم التخلص أبدا من السكري ولا من السمنة، ستكون أن العاقبة سيئة، رجل مبتورة وغسيل كلى وجلطة دماغ وإلى آخره. الصيام المتقطع أو الصيام الإسلامي وسيلة ناجحة جدا، يعني يحتاج جسم الإنسان من الناحية الطبية 16 ساعة على الأقل بدون أكل، بدون وجبات، فقط على الماء، حتى يتخلص من السموم ويحرق الطاقة. يعني اجعل آخر وجبة الساعة 6 واجعل إفطارك الساعة 10 صباحا، سينالك الخير الكثير، ستعالج السكري وستعالج السمنة وأشياء أخرى كثيرة جدا، مثل تخفيف احتمال إصابتك بالسرطان والخرف. هذا باختصار أخي دكتور رهيب، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا دكتور طه على تلخيص الموضوع، ونتمنى أن يستفيد المشاهدين من هذا الموضوع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من هذه السلسلة. نستودعكم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم، ونرحب باقتراحاتكم في الأسفل، ونتطلع إلى رؤيتكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.